أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن في درس جديد من دروس التربية الإسلامية للفصل الثاني. في هذا الدرس سوف نتعمق عزيزي الطالب بما يعرف بمد الصلة، وهو أحد أقسام المد الفرعي، ويكون فيها الضمير المتحركة الواقعة بين متحركين، ويقسم إلى مد صلة صغرى ومد صلة كبرى. سوف يتعرف الطالب في هذا الدرس إلى مفهوم مد الصلة وشروطه، والذي يعرف بأنه إطالة الصوت بحركة هاء الضمير المضمومة أو المكسورة، فتمد الضمة واو مدية، وتمد الكسرة ياء مدية، وحتى تمدها الضمير، ويشترط فيها أن تكون متحركة بضم أو أن تقع بين حرفين متحركين. سوف يتعرف الطالب إلى أقسام مد الصلة الذي يقسم إلى صغرى وكبرى كما قلنا سابقاً، ثم سوف يستنتج أن مد الصلة الصغرى هو مجيء هاء الضمير المتحركة بين حرفين متحركين وليس بعدهما همزة، بينما هاء الضمير تمد بمقدار حركتين واو مدية إذا كانت مضمومة وياء مدية إذا كانت مكسورة. سوف يطبق ذلك من خلال الآيات الكريمة من سورة مريم. وفي الدرس التالي أحبتي طلبة الصف الثامن سوف نبدأ بدرس يتحدث عن النجاسة واهتمام الإسلام بالطهارة وحث الإسلام المسلم على أن يكون طاهرا في جسمه وثوبه ومكان صلاته، وحددت أنواع النجاسات والأحكام المتعلقة بها وكيفية تطهيرها، فالأصل بالشيء الطهارة إلا ما نص الشرع على نجاسته. سوف يتعرف الطالب في هذا إلى مفهوم النجاسة، وهي كل أمر شرع الله باجتنابه من المقذورات التي تمنع صحة أداء العبادة، وقد أوجب الإسلام تطهير البدن أو الثوب أو المكان أو الإناء إذا أصابته نجاسة. كذلك سوف يتعرف الطالب إلى أنواع النجاسات ووسائل تطهيرها، والتي منها البول والغائط، وهو بول الإنسان وغائطه، كذلك الدم المسفوح، وهو الدم الخارج من الإنسان أو الحيوان، فإذا وقع على الثوب أو البدن المكون أو المكان وجب غسله وتطهير ما أصاب منه بغسله بالماء الطاهر حتى يزول أثر النجاسة. أما ثالثاً فهي الميتة، وهو الحيوان الذي مات من دون تذكية، فهو نجس لا يجوز أكل لحمه، ويستثنى من الميتة السمك والجراد لقوله تعالى: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأجاز العلماء استعمال جلد الميتة إذا طهر في الدباغ. وعلى الطالب أن يتعرف إلى أن الدباغ هو معالجة الجلود ببعض المواد الكيميائية حتى يزول ما بها من نتن، ويجوز بعد ذلك الانتفاع بها. رابعاً الكلب والخنزير واللعاب الخاص بهما، فإذا أصاب اللعاب الكلب والخنزير الثوب أو البدن أو المكان وجب غسله وتطهير ما أصاب منه بالحوض والماء الطاهر حتى يزول أثر النجاسة. حتى الإناء فيغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. أما فيما يتعلق بوسائل الطهارة من النجاسة فهي تزال التي تقع على الثوب، تزال عن الثوب والمكان والبدن والإناء، ويتخلص منها بوسائل التطهير وأدوات التطهير. وعلى الطالب خلال هذه الحصة أن يختبر المعلومات الخاصة به حول مفهوم النجاسة وحول كيفية التطهر من النجاسة، وأيضاً الإشارة بالعبارات الصحيحة والخاطئة في اختبار المعلومات حول درس النجاسة، وبذلك يكون الطالب قد تعرف إلى أنواع النجاسات التي قد تحيط به من دم وبول وغائط والكلاب والخنازير، بالإضافة إلى أنه يتعرف إلى أن في الأصل نظافة وطهارة الشيء، كذلك يتعرف إلى الوسائل المتعلقة بالطهارة وكيفية التخلص من النجاسة.
إلى اللقاء أحبتي أسبوعا قادما جميلا أتمناه لكم.